يا حمدي، يا سلام لو الواحد يرجع بيه العمر تاني، بالذات بقى فترة الشباب، واسمع احلى لحن من صوت امي وانا راجع البيت بالليل متأخر وهي بتقول لي كنت بتقعد فين بره لحد دلوقتي يا عطاط. والغريبة ابويا يسمعها بتقول الجملة يكررها هي ويغير يعني كده كلمة ولا كلمتين. بس النبرة بقى ايه، ما اقولكش، يقول لي كنت بتقعد فين لحد دلوقتي يا صايع، يبقى قابلني لو فلاح. عارف يا حمدي اللي مزعلني؟ ان عمري ما فكرت اساله اقول له يابا اقابلك فين. بقول لك ايه، انا طالع كده قعدت على الطريق، طبعا لو حد سالك عليا وخاصه للبيت عارف هتقول ايه. تمام اتفقنا. حضرتك يا فندم مش شايف ان العط ده للشباب يعني؟ وما تاخذنيش حضرتك يعني قصدك سني يعني؟ يا حبيبي يا حبيبي، ده العط في السن ده ليه متعته، وبعدين يعني ده الطلب دلوقتي على الخبره مش على الشباب. تضحك عليا كده ايه؟ انت لحقتي ترجع؟ اهي ديت متعه العط. لا وانت السادي دي نتيجته. اهلا بحضراتكم، بنسمع دايما مصطلح العيل ده عيل عطيط، ومصطلح كلمة عط اللغوي والشعبي بيرجع للعصور الجاهلية المصرية والعربية. فمن الناحية اللغوية عرفها ابن مهروش الزلباني في معجمه بأن العط ده من العطوط وتجمع عطعيط، وهي تعني الميل أو الضعف، فيتقال فلان عط يعني مال من كتر التعب أو الشرب، أو يتقال عطة الشجرة يعني مالت أغصانها بسبب الرياح. إنما العط في القرن الحديث بيحمل الكثير من المعاني، على رأسها وصف إن العطاط ده بتاع حريم، فأنت عيل عطاط يعني عمال تتنقل من علاقة مشبوهة إلى علاقة مشبوهة بين الفتيات. وبتتقال كمان للي ما بيستقرش على عمل ثابت، فهو بيعط من شغلانة لشغلانة، ولو إن ده أصلاً في حد ذاته عط لفوايد، منها إن هو بيحصل خبرات في مجالات مختلفة، يقابل نوعيات بشر متنوعة الطباع، يعاشر يعافر يقع يقوم يتورط يتصرف لحد ما يرسي على العمل اللي هيكمل فيه. وفي كمان اللي بيعط في بلاد الله، يعني كتير السفر والترحال، وما بيستقرش في بلد واحدة فترة طويلة، واللفظ بيشير في كل الأحوال إلى عدم الاستقرار والترحال، سواء من أنثى لأخرى أو من عمل لآخر أو من بلد لآخر. والعط المفيد لسنه ومرحلته، يجي بعدها بقى استقرار وراحة بال. أما والعياذ بالله العط مع صحبة السوء عمره ما يوصل إلا لشقة وتعب وندم. يلا يا أستاذ عيني عندنا عطايه. امشي يلا، أنت أصلك عيل عطيت. أستأذن حضراتكم بس أشوفهم بيعطوا إزاي.